هسافر هروح لبلاد بتحترم الفن، ناس بتشوف ان الرقص ده فن مش مجرد جسم بيتمايل. هرقص باليه وفالس وتانجو والجمهور كله هيسقف لي وانا انحني له احترامي. انا بنحني لهالفن الراقي والجميل والرائع. هذا هو الابداع، غزالة بترقص. ميرسي. 200 مليون مرة أقول لك ما تكلميش رجالة، سيبيني أنا اللي أتكلم، قلت لك ولا ما قلتلكيش؟ قلت لي يا حبيبي قلت لي. وبعدين يعني يا حبيبي أنا قلت ده راجل كبير، أنت أبويا يعني، ما فيهاش مشكلة، وبعدين بصراحة أنت بتغير زيادة عن اللزوم. أيوة بغير، مش بإيدي. كبير صغير ما يهمنيش، المهم راجل، راجل ولا مش راجل؟ راجل يا باشمهندس، بس ما حصلش حاجة لكل ده، أنا كل قلت لها تعالي اشتري حاجة من عندي وهي بكل أدب قالت لي لأ. بتكبر الموضوع ليه؟ انت ليك عين تتكلم؟ ما انت سبب المصيبه اللي احنا فيها دي. يا سيدي قلنا لك مش عايزين نشتري، معناش فلوس، بتسالها هي ليه؟ يا باشمهندس العصايه ما تنفعش للنسوان، النسوان تضرب بالنسوان. مش فاهمك. يعني نروح نتجوز عليها؟ يا حبيبي سيبك منه، ده بعينه بيخرف، لو عايز تضرب بقلبي اضرب، مالها العصايه؟ ده انا تتقطع ايدي قبل ما تتمد عليك يا حبيبتي. العصايه دي مش عشان تضربك، ده عشان تحميكي. تاكل سوداني؟ ايه ده؟ انا فين؟ انتوا مين؟ انا مش عارفه ايه اللي جابني هنا، اصل انا كنت رايحه هناك وبعدين لقيت نفسي جيت هنا. هو انتوا رايحين فين؟ هذه البنت رايقه. اقعد اقعد هناك رايح، مش قلت لنا ما تزيدوش تدخلوا روحنا في الناس، وش بيك؟ اعطيني حبه. هلا نفس الطعم انا نكذب عليك؟ تعال حبيبه ديالي اجي معايا ما تخافيش، غسلي بعد وجهك ومن بعد احكي لي قصتك. اجي يلا يلا. جميلتا سيت اب، ما تقوليش انت اولي جاي الموظف بتاع المحطه، مشيت للدار ما لقيت حتى حد. لا ما رجعش، بس انا شفته من ساعه كده قال لي ان هو رايح ناحيه المطعم الكبير. تاكل سوداني؟ والله ما نجيبه جيبان. ايه هنا محطه القطر السعيد؟ ايه بوجودكم طبعا. طيب انتوا عارفين ميعاد القطر امتى؟ كان جيت انا التران نجي في سرعه البرق. كلام الفارغ ده، احترم نفسك بعد كده لما تتكلم تبقى تبص لي انا. معلش مدام صحيه بدقني حقك على راسي، بس هذا رفيق وليد على طول هيك متسرع صحيح ما قلتوا لنا لوين مسافرين انتوا؟ احنا مسافرين عند بابا. هو بيسالني انا، بتجاوبي انت ليه؟ اسفه ماما اسفه. ماما والله مبينين اخوات. ميرسي. شايفة الناس الزوء دي، الناس الزوء. شكراً مدام، بس على فكرة بنتك كتير حلو. غور من وشي، كلكم كده، كل الرجالة كده. يا أبو الساعة 12 يلي مسافر للبيت، ما تاخدني معاك، أنا عايز أبدأ من جديد يا أبو. خلاص أنا حسافر، هروح على البلاد اللي بتقدر الفن، تعبت من البندورة والبيض، بدي انضرب بالورد. هذا الشبشب وكثير عليه. على مسكين باين بلي ظلموه بزاف في حياته. لا هذا ظلم، الناس اللي سمعوه ظلمهم. لا 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 كذا كثير بقى، انا زهقت وقرفت. الحمد لله اخيرا وصلت المحطه. ناس مقرفه كلهم عمالين يجروا ورايا، طوابير طوابير عمالين يعكسوني، عطلوني كده. مش معقول، انا عايزه اسافر اروح بعيد، عايزه اروح بقى بلد ما فيهاش معاكسه. كرش الأستاذ اللي معاه الجيتار معانا على نفس القطر؟ لا مش تسمع فيها تحكي معاك. شنو مسافرين الناس الكل؟ بربي قولوا لي شكون تخليوها بلادكم؟ للي كذبوا عليكم وسرقوكم تمشيوا تتغربوا حياتكم الكل وترجعوا لبلادكم كيف الصندوق. الله يرضى عليك يا بنتي، قضينا هالعمر ونحن نسمع شعارات. حلي عنا. ليه ما هيش شعارات؟ أمينة كبتي تحرقت، بابا من اللي عمري شهرين سافر وما ريتوش، وتوا أخويا اللي ما عندي كان هو كمل حرق وخلط عليه. الغربة غدارة. طب إذا أبوكي وأخوكي هونيك تعي روحي معنا. بالحق إجا معنا، أول مرة أقول كلمة صحيحة. ليه سامحوني؟ أنا مخليش أمي والبلاد اللي تولدت فيها وتربيت فيها ونهرب كيفكم.